الو مين؟ اهلا سعاد، انا صالح. استاذ صالح، انت اول واحد يكلمني على التليفون اللي انت جبته. قولي لي انت شلونك؟ انا كويس. وشلون الحجه والاخ حفظي والاولاد؟ كلكم بخير؟ كويسين الحمد لله. الحمد لله. اقول سعاد، ايش رايك لو نطلع نتفسح؟ لا لا، نخرج نروح فين؟ لا تفهميني غلط، انا اقصد انا وانتي والحجه والاولاد. وماله، براحتك يا اخويا. سمعي يا سعاد، انا ببعث لكم السياره مع السائق ان شاء الله، خلال ساعه حيكون عندكم. اي اتيني انتي والحجه والاولاد، نروح نتعشى في اي مكان تحبين. تعال هنا في شبشبك يا مني، سدوا في شارع يا ام، روح جيبه غرفتك البلد. مع السلامه. بنضرب اخوك ليه يا ولد؟ يا ماما بنضربه ليه؟ انت رايحه فين يا بنت؟ رايحه لابلاليا اشوف عندها بلوزه حلوه. واخواتك هيلبسوا ايه؟ انا مالي بقى اتصرف انت، ويا ريت ما يجوش. واه روح يا مني لان ده اخوك، ادهله خليه يجي لي. انا هلبس ايه؟ انا من اصله ما بحبش الخروج خالص. يا عم اعدل الخط. واحنا هنصرف جبنا على الانتخابات دي ولا ايه؟ يا عم مش هو الراجل قال ان في ميزانيه للانتخابات دي والدعايه؟ قال ان في ميزانيه بس ما دفعش حاجه. هيدفع، ما هو قبل ما هيعدي ويلاقينا عاملين اليافطه دي هيعرف ان احنا بنصرف من جيوبنا وهيقدر. عندك حق يالا، هيقول ان احنا بقى شغالين مش مستنيين الميزانيه. وبعدين دول كلهم 50 جنيه بس، تساوي 50,000 للي بيفهم. والراجل ده بيفهم، ولو نجح مش هيسيبنا. يا ريت. بقول لك ايه، تاخد تليفون الراجل ده، هو يظبط معاك كل حاجه. ماشي يا عم الحاج. لا ده عايز ايه؟ ده واحد صاحبي. صاحبك ده مسجل خطر وانا عارفه. ايوه بس كان صاحبي قبل ما يتسجل. وعايز منك ايه؟ ولا حاجه، كان في مشكله بينه وبين صاحب صاحبي تاني، فانا قلت له روح لصاحبي التاني قول له حقك عليا، فصاحبي التاني هيسامحه فبحلها يعني. كذاب قوي. وانا هكدب عليك ليه يا عم؟ ايه الكذب ده كله يا عم؟ يا جدع العيني خليني اكدب عليك. ولا ولا والله هديك على يا عم ما تخلص. طب ما انا حبيبي بقول لك ايه، ما نعمل له يافطتين انجليزي يمكن يحتاجهم في السفريات ولا حاجه. لا ده صاحبك يا جدع. عيب يا جدع، انا هكذب عليك ليه يالا؟ صح عليا. هقول لك صح عليا. قلبك يخرب بيتك. اقعد ما يلا بقى اخلصوا بسرعه اتاخرنا. يلا فين الشباب اللي وديني النبي لا اعمل صوت لو حد سالني على حاجه. امشي من قدامي خلي حد ما اخلص حاجتي. يا ساتر. في يا واد فاتح رمز اسمك شو تحت الكنب. خش يا اخويا المطبخ وحط لك شويه بن. تعال هنا يا واد وريني. ده خش صغير البس على شويه بن. يا شباب الاسود خش على اوضه تحت السعاد دور عليه. يا نهار اسود يلعب ابو الخروج واللي عاوز يخرج. عاوز ايه؟ ما لازم تقع عشان فاضي. روح البس الجزمه من غير شراب يعني هتتفتش. يا دي خروجه دي قرفه. قرف لما يقرفك. يلا بقى اختي بسرعه نصي تخني. العربيه جت. العربيه جت. حاضر قول له 5 دقايق. اللي في هدومك ده؟ ده بقول له استعورت. جاتكم مصيبه انتوا بتوع خروج انتوا. يا بنخرج للراجل قول له طالعين. يا ابني طوال بقى حرام عليكم. ايه شويه بس قال لي طوال بعيد عن العربيه دي. انت خدت من العربيه دي؟ اه بلاش ده. يلا يا بيت يلا يلا. لا ما شاء الله حلوة يا بنت العربية. أيوة واد يا سيمان روح يا واد ادهل أخوك حفظي. هنركب العربية يا واد. يلا روح اندهله. خد ياد تعالى هنا، احنا لسه هنستنى حفظي معارك من امبارح وهرب مش عايز يجي معانا. يلا 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 يا عيال اركب اركبوا. يلا يلا يا بيت. يلا يا ام. والنبي يا اخويا سوق على مهلك. اصل بدوخ من ركوب العربيات. يلا يا اخويا تفضل. تفضل. انتوا نورتونا وشرفتونا. انستي يا اخويا وشرفت. ما شاء الله اليوم انت صايره حلوه. ايه رايك في التسريحه؟ البنت خدت 20 جنيه. 20 جنيه؟ المفروض تاخد 1000 جنيه تستاهل. ليه دي بنت تقرف ولا بتعرف تعمل حاجه؟ انا اللي كنت بقول لها تعمل ايه. تفضل تفضل. اسمع بقى يا استاذ صالح، العزايم يا اخويا دي كتير قوي علينا واحنا ناس غلابه على قد حالنا ومش هنقدر يا اخويا نديلك كل جمايلك دي. اي جمايل يا حجه؟ احنا بينا جمايل، هذه حاجات بسيطه. بسيطه ايضا ده تلاقيك دفع حق العزومه دي شيء وشويات. عليكم بالعافيه، بس قولوا لي الاخ حفظي الاستاذ حفظي ليش ما يجي معاكم؟ حفظي عنده شغل يا اخويا. ما قلتليش انت هتسافر امتى؟
انت بسرعه مليتي مني، تبيني اسافر؟ لا يا اخويا ما اقصدش، خايف اكون معطلينك عن شغلك ولا حاجه. لا معطليني ولا شيء، بس انا كلها كم يوم ومسافر. عمو سرح مش هتصدقني ملاهي وانا كمان يا عم. شفت الواد يمه؟ خليهم على راحتهم. حاضر يا حبيبي، ناكل ونروح الملاهي. انا خلصتك. ولا وانا كمان ولا. والله العظيم لو ما تلمتوش انتوا الاثنين لاخدكوا كده واروحكوا على البيت. ليش ليش يا حجه؟ خليهم على راحتهم. لا بلاش اللي اتقدر. اقعد يا انت، هو حط بقكوا جزمه قديمه هتفضح. متشكرين على التليفون. المهم عجبك؟ هو في حد في الحاره شايله؟ يلا بقى يا عم. حاضر حاضر حبيبي حاضر. ما تطمن يا انت هو. يلا خليهم. ايش فيك انت؟ لو سمحت هات الشيك. يعني الواد شوقي ربنا ما يردهوش ويتقدم ويطلب ايد تهاني؟ يا ريت يا اخويا، ده انا كنت اموت وقلبي مطمن. انت اللي عملت فينا كده منك لله. ترى ايه يا خميس، انت كل شويه هتسمعهم لي ولا ايه؟ واحد غيري كان زمانه دفنك في التراب. وانت يعني كنت قلت لا؟ ما انت كنت ساعتها متمرمخ في الخمره ما بتفوقش، ولو فقت عايز تشرب تاني. وهات يا وليه فلوس، هاتي. كنت يعني هجيب لك منين ولا نسيت؟ ما كنتش عارف حاجه، كنت اعمى. لا يا اخويا كنت عارف والفلوس مسكتاك، ولما ربنا تاب عليا وقعدت جنبك ما بقتش اعجب. وهو كان سهل عليا بيع نفسي وبيتك على دراعي عشان اجيب لك الطفح الهارب. كنت عارف كل حاجة ومصدر الطرش عشان تقفش الفلوس. خلاص خلاص اكتمل البيت تصحى. ما انت اللي كل شوية ماسك لي الحكاية دي زي اللبانة. قومي غوري من وشي هاتي لي سكر. حاضر هجيب لك سكر، طلباتك ما بتخلصش حتى وانت ما بتشوفش. دولية خاصي احسن اخبطك بالسبرتالي تولع فيك. خلاص ايه في ايه؟ انتوا ما بتهملوش، كفاية بقى. هي سعيد ده حفظي يما. يا لهوي مالو يا بنت واقفلنا كده ليه يا بنت؟ شكل حفظي متضايق لوجودي معاكم. ربنا يستر. تعالى يا بنت اسمع، انا هسيبك دلوقتي عشان الواجب اللي عملته مع ابويا في يوم من الايام، انما الحاره دي ما تعتبهاش تاني. ماشي ايه في ايه مالك؟ اسكت انت، كفايه على فضايح. اتكتب بقى واسكت قدام الناس. خش جوه تمتر. يا واد يا واد عملنا ايه؟ احنا عملنا ندور عليك عشان يا بنت. خلص يا واد خش جوه. طب يا بحواليك انا بتكلم ويا حفظي. تعال يا حفظي فيك. ليش معاك؟ يا عيب عليك، مش حاجه اتكل على الله. امشي من هنا امشي. وانت علامك ليش معصب؟ ليش زعلان؟ اقول لك يا انت تخلص خالص، والحاره دي ما تعتبهاش تاني. اتكل على الله من هنا. لا انا حاجه اوعى.